لقي عدد من عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية مصرعهم في انفجار شبكة ألغام زرعتها الميليشيا في التبة السوداء في جبهة الضباب غرب مدينة تعز. وقال المركز الإعلامي للواء 17 مشاة إن أبطال الجيش الوطني قصفوا بالمدفعية وبشكل مركز مواقع الميليشيا في التبة السوداء شرق جبل المنعم، ما أدى إلى انفجار شبكة الألغام والعبوات الناسفة المحيطة بمتارس الحوثيين مخلفة عددا من القتلى والجرحى الحوثيين. نعم، يشار إلى أن الحوثيين يكثفون من زراعة الألغام في مناطق سيطرتهم تحسبا لتقدم قوات الجيش الوطني، ما أوقع الضحايا في صفوف المدنيين والرعاة والمزارعين من أبناء تلك المناطق، وأحيانا تسقط الميليشيا في أفخاخها من الألغام التي زرعتها لتقتل الأبرياء من المدنيين في تعز وغيرها من المحافظات. وحول هذا الموضوع ينضم معنا سيدة العقيد عبد الباسط البحر نائب ركن التوجيه المعنوي في محور تعز. نرحب بك سيدة العقيد معنا في أخبار المنتصف. حياكم الله، اهلا وسهلا بكم وبالسادة المشاهدين جميعا. نعم سيدة العقيد، بداية يعني ذكرنا في الخبر أن هناك يعني قتلى من الميليشيا جراء انفجار الألغام بهم، هل هناك الآن إحصائية محددة عن عدد القتلى من الميليشيا؟ الحقيقة لا، حتى هذه اللحظات لا توجد إحصائية دقيقة، ولم نبلغ من فرق الرصد المتقدمة والاستطلاع بعدد دقيق بالقتلى. نعم. لكن ما هو مؤكد تماما أن شبكة ألغام واسعة انفجرت وأدت إلى حدوث إصابات وقتلى في صفوف الميليشيات الإنقلابية. نعم. التي كانت تتواجد في تلك الأماكن. الميليشيات تقوم بزراعة الألغام بشكل عشوائي وبشكل كثيف وشكل هستيري وجنوني أحيانا. نعم. وبالتالي أحيانا تقع في شر أعمالها وترتد عليها. نعم، أيضا كما ذكرنا في الخبر سيدة العقيد أن يعني اللواء 17 مشاة قاموا بقصف بالمدفعية، يعني قصف مواقع الميليشيا في التبة السوداء وكذلك في جبل المنعم. هل يمتلك الجيش الوطني في هذه المنطقة وأيضا العديد من المناطق في تعز خارطة بهذه الألغام التي زرعتها الميليشيا؟ الحقيقة لا يوجد خارطة لا مع الجيش الوطني ولا حتى مع الحوثيين أنفسهم. ذكرت لك أن الميليشيات تقوم بزراعة الألغام بشكل عشوائي. طبعا المعروف عسكريا أن هناك خرائط واضحة بزراعة الألغام وأن هذه الألغام تزرع في ثغرات محددة لمنع تقدم الخصم من هذه الثغرات، لكن الميليشيات تزرع هذه الألغام بشكل عشوائي وبأحجام وأنواع مختلفة. الجيش الوطني يضطر لاستخدام المدفعية الثقيلة التي تحدث ارتجاجا يؤدي إلى انفجار هذه الألغام في المناطق المستهدفة. نعم، إذا يعني ليس هناك أي خارطة بهذه الألغام التي زرعتها الميليشيا لا عند الجيش الوطني وكذلك الميليشيات أنفسهم. سيدة العقيد، هل الجيش الوطني مؤهل للتعامل مع هذه الألغام؟ هل هناك تأهيل للفرق الهندسية التابعة للجيش الوطني في هذه المناطق؟ كما تحدث هذه العشوائية التي يتم عن طريقها زرع هذه الألغام يشكل يعني تحدي كبير أمام الجيش الوطني، أليس كذلك؟ نعم، الحقيقة الحوثيين من أهم ما يلجؤون إليه هي زراعة الألغام، ويعني أحيانا الألغام المركبة أكثر من لغم، وأحيانا أيضا يزيد لها العبوة المتفجرة لتحدث أكبر أثر وضرر، وأحيانا تعتمد على الأسلاك وغيرها وتفجير من بعد والعبوات الناسفة، فهم يعتمدوا على هذه المفخخات والمتفجرات والألغام بشكل رئيس في معركتهم. طبعا هذه من العقبات التي تواجهها الجيش الوطني اثناء التقدم. نعم. لكن هناك تاهيل لفنيين ومهندسين في الهندسه العسكريه في قياده المحور وبعض الالويه، وتعقد دورات لهم في ذلك مع وسائل بسيطه وبدائيه لفتح ثغرات. نعم. اثناء تقدم. طيب. الجيش الوطني. طيب سيدة العقيد، هذا فيما يتعلق بالجيش الوطني وكيفيه تاهيلهم للتعامل مع هذه الالغام، ماذا عن المدنيين ايضا؟ هل هناك حملات للتوعيه لكي لا يعني يتقدموا في مناطق ربما يعتبر خطره او يشبه بزراعه الالغام من قبل الميليشيا؟ ماذا ايضا عن المدنيين؟ هل هناك حملات؟ ما الذي تقومون للتخفيف من انفجار هذه الالغام على المدنيين؟ هناك حملات توعية وهناك إلقاء منشورات توضيحية، ولكن الجيش الوطني أثناء التقدم تقوم الفرق الهندسية بفتح ثغرات في حقول الألغام لتقدم القوات، ثم بعد ذلك تقوم الفرق الهندسية بعد تأمين هذه المواقع المحررة
تمشيط وتصفية الألغام بشكل كلي من المناطق المدنية التي يتم تحريرها وتخضع لسيطرة الجيش الوطني.